اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد عبد الحميد على قناتي حياتك بالعلم. النهارده هنناقش موضوع مهم جدا من مواضيع الارشاد النفسي. اسم موضوع النهارده كيف تكون صاحب اسره سعيده، يعني كيف تبني اسره سعيده. طبعا لكي تبني اسره سعيده لازم في بدايه الجواز الزوج والزوجه يتفقوا ان هما لا يقوموا باخبار الاهل والاقارب عن الاسرار الزوجيه. الزوج والزوجه برضو في بدايه الجواز يجب ان هما يتفقوا على انجاب عدد معين من الاطفال، سواء طفل واحد او طفلين او ثلاثه حسب الظروف الاقتصاديه للاسره. الزوج والزوجة برضو يجب ان هم يتفقوا ان مفيش حد منهم ينام في غرفة الاطفال، لان لو الزوج او الزوجة نامت في غرفة الاطفال ممكن الطفل يطلع عنده عقدة نفسية من الجواز، او يحس ان في حاجة مش طبيعية او حاجة مش مظبوطة موجودة في البيت. لازم برضو الزوج والزوجة يتابعوا دروس الاطفال في المنزل علشان الطفل يطلع كويس في الدراسة، لان للأسف في بيوت كتير جدا في مصر ما بتتابعش دروس الأطفال في المدرسة أو الدرس. لازم برضو الزوج والزوجة يتفقوا إن هم ما يدخنوش السجائر أمام الأطفال، لأن طبعا تدخين السجائر في المنزل أمام الأطفال بتخلي الطفل ممكن يطلع مدمن سجائر أو يطلع مدمن مخدرات باحتمال 4 أضعاف حسب دراسات طبية. طبعا لازم الزوج والزوجة يتفقوا إن هم يعلموا الأطفال الرسم والموسيقى، لأن تعليم الرسم والموسيقى للأطفال بيحمي الطفل من الإرهاب الفكري أو التطرف الفكري. لبناء برضو أسرة سعيدة يجب الزوج والزوجة يتفقوا إن هم ما يهنوش الأطفال أمام الغرباء، يعني ما تهنش ابنك أو ما تهنش بنتك قصاد أي حد غريب مهما كانت الظروف، لأن إهانة الأطفال أمام الغرباء بيخلي الطفل فاقد للثقة في نفسه وبتخليه شخصيته مهزوزة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والشير والسبسكرايب. سلام عليكم.